أول نصيحة هنتكلم عن من وجهة نظري واحد من أهم المكملات الغذائية في الكون. مكمل غذائي مظلوم محدش يعرفه كتير. مكمل ممكن هو حاجة مسؤولة لتحويل الأكل اللي انت بتاكله لطاقة يستفيد منها خلايا جسمك كله. مكمل المفروض بيدخل في جميع التفاعلات الكيميائية اللي في جسمك كله. غير كمان ان هو حاجة مهمة ان هو بيساعد على انتاج الطاقة داخل الميتوكوندريا في كل خلية من خلايا جسمك. من غيره هتحس بهمدان جامد جدا، ضعف في العضلات، مش قادر تعمل اي شغلانة، تحس بألم شديد في العضلات. كمان بنتكلم عن مساعد الانزيم كيوتين او كو انزيم كيوتين. في ناس كتير ما تعرفوش، في ناس متخيلة ان كل الفيتامينات المهمة اللي هي فيتامين د وفيتامين بي، لا، مساعد الانزيم كيو او كو كيوتين او كو انزيم كيوتين من اهم الحاجات اللي لازم نهتم ان احنا ناخدها كمكمل، حتى لو شهرين كل سنة، حتى لو عدينا ال 30 سنة. المفروض الانزيم ده بالجسم بيصنعه من حمض اميني اسمه تيروسين. بعد سن ال 30 بيبدا تصنيعه يقل او كمياته تقل في جسمنا. هو المفروض موجود بشكل طبيعي في صفار البيض، في اللحوم، في الاسماك، في السلمون، في السردين، بس مع طهي الطعام المفروض المحتوى بتاعه بيقل بنسبه 50%. فعشان كده المفروض ناخده كمكمل غذائي من بره. المفروض هو حاجه كمان بيتحد مع فيتامين سي لتكوين الكولاجين المسؤول عن نضارة البشرة والشعر والعظام والمفاصل. الكولاجين احنا عارفين اهميته في حاجات كتير جدا. غير كمان ان احنا لازم نعرف ان الكوينزيم كيو او مساعد الانزيم كيوتين من اهم مضادات الاكسدة اللي بتكافح الامراض، بتكافح العدوى، حتى حاجة بتزود المناعة بدرجة كبيرة جدا. المفروض الكوينزيم كيو من اساسيات الجهاز المناعي برضو. يعني برضو مفروض نهتم بيه الفترة دي عشان موضوع كورونا. هو كمان بيقلل او بيدينا حماية من الاعراض الشيخوخة، اعراض تقدم السن. مهم للخصوبة للرجال والسيدات، في برامج الخصوبة للرجال والسيدات اللي هم عندهم تأخر في الانجاب، في الناس اللي عندهم ارتفاع في الكوليسترول، لما الكوليسترول بيزيد النسبة بتاعته بتقل في جسمنا، فالمفروض ناخده كمكمل غذائي. الناس اللي عندها كوليسترول مهم جدا للقلب، مقوي عضلة القلب. عضلة القلب الطاقة اللي بتاخدها عشان تشتغل عضلة القلب لازم الكوينزيم كيو عشان عضلة القلب تشتغل كويس. فهو يعتبر مقوي عضلة القلب مع المغنيسيوم وفيتامين بي 12 من اهم الحاجات اللي بتعالج الصداع النصفي. الناس اللي عندهم صداع نصفي بصورة مستمرة ياخدوا كوينزيم كيو مع فيتامين بي 12 مع مغنيسيوم. برضو كمان حاجة هامة جدا للجهاز العصبي بصفة عامة لحماية اللثة، الكوينزيم كيو مهم لكل خلايا جسمنا. حلو.